يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب. اصطبحنا واصطبح الملك لله. في ايه يا دولة بقى بحم التماثيل. الساعة واحدة بالليل يلا. ايوه يا عم، هو ميعاد حمى حرس وحتحور كده واحدة بالليل. حمى حرس وحتحور بيستحموا الساعة واحدة بالليل؟ ايوه دول عشان ما يجولهمش برد بحمهم ويناموا. ولا بص غور من وش السعادة. طب يا دولة مش عايز تدخل الحمام ولا حاجة؟ عايز ادخل الحمام ليه يعني؟ علشان انام لما اطرحك شوية يعني. ولا تعالى قرب. وش يا دولة بقى بالراحة يا عم بالراحة، انت هتسافر بيتكم بقى. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا، يا صباح الخير يلي معانا. ايه يا لي يخرب بيتك؟ في ايه؟ صباح الخير يا اللي معانا الساعه 2 بالليل. ام كلثوم اللي صحيه 2 بالليل تقول يا صباح الخير يا اللي معانا. لا يا دول انا بقعد اغني كده عشان اونس نفسي، اصل انا بخاف لوحدي بالليل. طب ما انت مش متهبب لوحدك، ما انا اهو معاك في البازار متزفت نايم. طب دول اقوم بقى ونسني بقى دول. ها تحب تلعب كرشينه؟ كرشينه؟ انت بتعرف تلعب كرشينه؟ لا. قوم بقى. طيب دولا مش عايز تدخل الحمام ولا حاجه؟ ما بخشش الحمام بالليل وانا نايم خالص. انا عايز ادخل بس انام يعني، ما اطرحك شويه بس. ولا خش نام في الحمام بدل ما اطلعك بره البازار كله. خلاص بقى خلاص بقى يا عم. اوف. يا رب ما يجي لك نوم يا رب. ها الشعور الغريب ده. ناقص نص ساعة ودوري يجي واخش الساونا. وانا وراكي على طول. وانا عايزة اخد الساونا بتاعتي قبل ما اروح المدرسة الصبح. وانا فاضل على الساونا بتاعتي ساعتين واعملها تاني. ايه تعملي ايه تاني؟ ما انت خدتي الدور بتاعك ولا هي تفاصة. وانتي مالك؟ اساسا الساونا المتتالية بتعمل توالي في افكار المخ وعضلاتها الخلفية. انت جيت يا عادل؟ لا يا ماما انا لسه ما جيتش. امال ايه اللي احنا شايفينه قدامنا ده؟ ضلك؟ لا خففت الضل، ده حضور جسدي بس، لكن روحي مش موجوده معاكم. يا سلام، تعجبني فيك يا حبيبي افكارك الكامنه والمكنونه. بس عايز اقولك على حاجه، انت فعليا موجود؟ لا مش موجود ولا حاجه. انا لا هاكل معاكم ولا هشرب معاكم ولا هتكلم معاكم، انا هاجي بس انام، عايز ابعد شويه عن رمز الغابه ده وخلاص. طب يا عادل احنا من هنا ورايح هنعتبرك انك مش موجود معانا. اوكي ماما بابا حسن يا ياسمين، يا رب رجعهنا بالسلامه من السفر. اللهم هون علينا سفرنا هذا. بصي بقى انعام يا حبيبتي، مش عادل اهو مش معانا، بس بجد بجد الامانه لله انه ابن حلال وطيبه خالص. يا سلام يا حماتي،
والله انا كنت متوقع ان انت بتتكلمي عني كويس في غيابي. لا لا بس سهبل وطايش وقراراته متسرعه جدا. يا سلام يا سناء، طول عمري عارف ان انت قليله الادب. خلي الساونه تنفعك بقى عشان على الاقل ممكن تنزل لك الجلخ اللي عليك. طب ايه رايك بقى يا مجيده يا اختي ان عادل ده احسن عيل في ولاد الصبيان؟ يا سلام يا ماما، عشان كده بقى اخوات الصبيان كانوا بيغيروا مني. الله، هو انت يا انعام عندك صبيان غير عادل؟ طيب انا هدخل بقى انام، ومصحى هروح اتعشى بره، انا مش هاكل معاكم خالص. الله اكبر، يجعل كلامنا خفيف عليهم. ايه الصوت ده يا جماعه؟ هو في حد غيرنا في البيت؟ يا نهار اسوح، يعني كمان غبيه وعميه. بابا بكر لما تنزل تجيب لي شوكولا معاك. لا حول ولا قوه الا بالله، بنتي فاكره انها شايفاني قدامها. عادل ما تكبرهاش بقى يا ماما. انا مش بكبرها يا ماما، وبعد اذنك يعني يا ماما ما استغليش علاقه الامومه اللي بيني وبينك وتقعدي تضغطي عليا كل شويه. لو سمحت يا ماما ما تضغطيش عليا. ما تجيش في الهيفه وتتصدر. يا سلام، ايه الهيفه؟ اذا كانت الساونه دي هيفه يبقى ايه اللي مش هايف؟ فده انتوا فاضل يا ماما تجيبوا عندنا هنا في البيت ترابيزه بينج بينج باين ولا ايه؟ وبعدين ما دام الساونه دي حاجه هايفه كده، ليه عايزين تجيبوا حاجه هايفه في البيت؟ هو البيت ناقص هيافه يا ماما؟ هو انت جبت حاجه ولا نزلت اشتريتها؟ انت مش غرمان يا ماما؟ مش مساله انتوا اللي اشتريتوها ولا انا اللي اشتريتها يا ماما، هي مساله مبدا. وطبعا معروف يا ماما زي ما حضرتك عارفه يعني ان المبادئ لا تتجزا، فهي ما ينفعش يا ماما. طيب عشان خاطري تعالى كل معانا. لا يا ماما، انا مش جعان، مش غضبان ولا حاجه، بس بجد يعني يا ماما ماليش نفس، مش جعان يعني. طب انا اللي طبخه مش رانيه. يا ماما ما تضغطيش عليا يا ماما، ده حتى لو منى عامر هي اللي طبخه بجد انا مش جعان. طب انا عامله لك حاجه بتحبها. ما ماليش نفس بجد يا ماما. عامله ايه يعني؟ مسقعه. باللحمه المفرومه؟ باللحمه المفرومه. ومعاها بقى اللي هو بتنجان متقطع كده، واللي هو الفلفل الرومي ده محطوط على الوش كله، وقوطه ترانشات وبصل ترانشات كمان. وترانشات وبصل فوقيها فوق الوش. طب واللحمه المفرومه اللي فيها يا ماما عاملاها ناعمه ولا بتبقى خشنه شويه؟ عامله نص ناعم ونص خشن. على اساس لو ما عجبنيش الناعم اكل الخشن يعني. طب مش عامله حتت لحمه برضو في وسطيها كده؟ في كام حته كده من جوه دول شايلها عشاني. طب يا ماما يعني هي المسقعه دي بقى سخنه ولا ساقعه؟ ساقعه مش مسقعه. ماما انا كنت عايزها سخنه يا ماما. نسخنها. لا لسه هتسخنيها يا ماما. لا بلاش بقى يعني. خلاص بلاش، ما تاكلش، بس اوعى تقول لي جعان تاني. ماما جعان. هعمل مسقعه. ايه ده يا ماما، انت ما كنتيش لسه عملتيها يا ماما؟ هعملها بسرعه قوي. طب يا ماما ما دام هتعملي مسقعه بقى بالمره يعني، يا ريت تعملي لنا معاها بقى صينيه ايه، بطاطس بوريه. عينيا. ماما بلاش تعملي البطاطس بوريه باللي هي البشاميل اللي فوق الوش ده بيبقى مايس كده يعني. لا اعملي اللي هو البشاميل الجامد التخين. ايوه والتخين. حاضر حاضر يا حبيبي. ماما نعم. ويا ريت جنبيها بقى اللي هي الطماطم اللي هي متقطعه دي ومعموله بالثوم اللي هي المخلله، وملح وفلفل وليمون. ايوه ماما هي دي. عينيا. ماما نعم. يا ريت بقى ايه لو حتتين برضو فراخ كده هما مقليين، وبعدين تقطعيهم وتعمليهم مع الجبنه الريكفور. مش عايز حاجه تاني؟ لا مبدئيا كده كويس، اصل انا مش جعان. عادل اعلن تمرده يا جماعه، اعلن تمرده صراحه. انا رحت له لحد عنده وكلمته، قعد ياكل وحتى ما قاليش اتفضلي تاكلي معايا. ده رفض المسقعه ام لحمه مفرومه اللي انا عاملاها. يمكن افتكر ان رانيا اللي عاملاها يا ماما. ابدا عادل لا يمكن يرفض اي شيء من انتاجي. يا اخوانا مش معقول كده بقى، بطلوا الخناق اللي انتوا بتتخانقوه دوت، ولازم نفكر ازاي ان احنا نصالح سي عادل ده. نصالح مين؟ عادل ده عايز اهمال وتطنيش واسبال. ده اخويا وانا عارفاه، دوت ناقص لو دلعناه هيسوق فيها. ايه ده ايه ده ايه ده، ما يسوق زي ما هو عايز، ما هو راجل برضه.
يا جماعة، عادل أبعاده النفسية تميل نحو السيطرة والابتعاد عن دوائر الصراع، وده محتاج انفراد حواري بيني وبينه بس. استطفت مش معقول بقى، يعني شغلوا امخاخاتكو دي شوية. احنا لازم نشوف شروط عادل دي ايه ونعملها له علشان نصالحه. نشوف شروطه ونعملها له؟ ده كده هيتعود على الدلع وعلى الترفيه وهيبوظ مننا ومش هنعرف نسيطر عليه بعد كده. خلاص هيبوظ. ما يتعود زي ما هو عايز، مش راجل برضه. يا ناس افهموا بقى، لازم تكون قياده القطيع في قبضه ذكوريه. بقول لكم ايه، انا بقى عارفه انه عادل ده طيب جدا جدا جدا، ومش ممكن ابدا انه يحرمنا من الساونا. طب سيبوني انا اتصرف بقى. هتعملي ايه يا فزلكه؟ هتعرفي تقنعيه اكتر مني ومين ماما؟ اذ ربما حتى بعد المسقعه اذ حيثما. هتعملي ايه بقى ان شاء الله؟ انا ليا طريقتي. اهو اهو، مش انا قلت لك اهو عادل اهو. عادل يا حبيبي وحشتني قوي، ازيك؟ والله يا راني عمال اقنعه يرجع البيت علشان مراته وعياله. عياله مين ده؟ هي ياسمين بس. وبعدين انت مالك؟ انت مالك عادل؟ البيت ملوش طعم من غيرك. يبقى حطي له شويه ملح. عادل الدنيا ضلمه من غيرك في البيت يا حبيبي. النور قطع بقى يعني، وانتوا مش عارفين فين الشمعه. انا اسف ما قلتلكوش على مكان الشمعه قبل ما اسيب البيت. طب دول ما تجيب لهم بطاريه اوفر من الشمعه. انت مالك يا حبيبي؟ بص اقول لك على حاجه، انا عندي استعداد اعمل كل اللي انت عايزه بس ترجع البيت. لا بصراحه بقى كده رانيا عدها العيب وازح يا دوله بقى. ازح طلع على الساون على طول. يا عادل البيت ما ينفعش ما يبقاش فيه راجل. راجل؟ الراجل ده هو اللي كلمته بتمشي في البيت، مش تعملوا اي حاجه في دماغكم. لعلمك بقى انا مش شرابه خرج. انا معرفش يعني ايه شرابه خرج، بس انا برفض ان ابقى شرابه خرج. اوكي خلاص، انت هتبقى المتحكم الاساسي في كل حاجه وخصوصا في الساونا. محدش هيدخل او هيخرج على الساونا غير لما ياخد الاذن منك. يا سلام. طب افرضي حد دخل من ورايا؟ دولا ممكن تخلي المفتاح بتاع الساونا دي معاك او تخبيه، او يعني ممكن ترميه من الشباك اصلا. افرض هم عاملين مفتاح جامد. اعمل قفل او اعمل قانون مثلا. لا القفل اضمن، مفيش حاجه. القفل بتحب القفل؟ انت بتميل للقفل. بص يا بيبي، قفل كالون، المهم ان هو في اوضتنا. اوضتنا؟ ايه الخلقه دي؟ استنى ابعد بقى. قصدي اقول لك يا حبيبي، يعني بص الساونه دي انت اللي هتبقى متحكم فيها وهتبقى في اوضتنا، تعمل فيها اللي انت عايزه، انت حر. اعمل فيها اللي انا عايزه وانا حر؟ يعني أأجرها، أبيعها، أعمل اللي أنا عايزه. يعني أنت موافق؟ موافق إذا كان كده. ماشي يا روال. دولا أنا نفسي أجرب موضوع سولة. سولة؟ ده أنا عليا ليك بلحواستك دي. يا رمزي، انا عايزك بقى تعمل لي جرد لكل الحاجات اللي موجوده في البازار دي، وتشوف محمد تيتي بتاع البازار اللي جنبينا اذا كان عايز يشتريهم. اوكي، مش عايز يشتريهم ارميهم، اتصرف فيهم، مش اشكال. المهم ان انا خلاص علاقتي انتهت بالسياحه. وانا علاقتي هتبتدي بالصياعه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا يا شهد رمزي، انا مش هسيبك، هخلي رانيا تشوف لك شغلانه. ليه دول؟ هي رانيا هتفتح بازار ولا ايه؟ بازار ايه يا ابني؟ رانيا بقت المتحدثه الرسميه لشركه اعالي البحار في البحر المتوسط. شركه اعالي البحار البحر المتوسط؟ ايه ده؟ دي سياسه دوله دي؟ بس خلي بالك بقى انها يعني حاجه خطره وكده يعني، ودي اعدائها كتير. دي دول عظمى يا دوله، والبحر غدار. بحر ايه اللي غدار يا ابني؟ دي شركه بتاعت تونه بقاله يعني. بقى زميتك تقفل البازار ده علشان تفتح بقاله يا دوله. قالت ايه يا دي يا اهبل؟ لا 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 لا. انت متخيل يا دي يا رمزي يعني ايه 8000 جنيه في الشهر؟ يعني يجيبوا كام علبه تونه دول؟ لا لا لا، التونه دي هناكلها احنا ببلاش، لكن ال 8000 جنيه دول هيخلونا ناكل اللي عمرنا ما كلناه قبل كده. ياه، واقعد انا بقى متفرغ بقى يا معلم لحياتي والبنتي والاشعاري. وبالمره بقى كان نفسي من زمان قصيده اكتبها اللي هي بتاعت يا مصر انا فضيت لك خلاص واتفرغت. طب يا دوله يعني ما فكرتش في رمزي ابن عمك حبيبك؟ انا هتفرغ ليه دوله؟ ما تقلقش يا رمزي، قلت لك عموما ممكن تيجي تشتغل مثلا تساعدني في البيت. خدام؟ انا دوله اشتغل خدام في البيوت؟ بقى دي اخرتها؟ ياه، ده انا كان عندي طموحات يا دوله في البازار ده، كان نفسي اقلبه متحف واقعد بره كده اقطع تذاكر.
شوف بقى دولة بقى البضاعة جوه هي هي وبتجيب فلوس. بس يلا بقى مفيش نصيب. أنا معاك يا دولة في موضوع جنينة الأسماك اللي أنت بتقول عليها. جنينة الأسماك؟ يعني أنت اللي فهمته من كلامي كله إن أنا هعمل جنينة أسماك؟ برضو دماغك في انك انت تقطع تذاكر وخلاص. بص يا رمزي، انت ما تفكرش خالص، سيبنا انا اتصرف لك، اتفقنا؟ يلا 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 يلا، القطر العبيد داخل على فين؟ على المحطة الهبلة، المحطة الهبلة، المحطة الهبلة. عديت صباعي. اخبار بقية الاكل ايه يا حماتي؟ ناقص كباب الحلة يا حبيبي. كباب الحلة؟ يا سلام، انا ممكن اساعدكم اقطع لكم بصل مثلا. لا مش عايزين. خلفتي بقى الستات، واحدة اتطلقت والتانية استتتت. انا اللي هفتح لها. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله على السلامة. كل حاجة بقت تمام، الاكل كله خلص. ولعلمك بقى عملتلك بطاطس مية مية، وانا عملتلك صينية مسقعة تستاهل بقك. وانا بقى بقولك يا عادل، روح حضر لها مية بملح تنقع فيهم رجليها، تلاقيهم مفقفقين من الوقفة يا راجل البيت. يا ماما مش دلوقتي يا ماما، دي جاية جعانة تاكل بس الاول. احكي لنا بقى عملت ايه في الشغل. انا اترفضت. ايه؟ اترفضتي؟ ربنا استجاب لدعايا. مش هي دي المشكلة يا طنط. امال ايه المشكلة؟ مشكلة ايه؟ مشكلة ان انا مضيت على نفسي 100,000 جنيه شيك لصاحب الشركة. انا ما دعيتش للدرجات دي. المهم خدتيه تاني من صاحب الشركة ولا لا؟ مرضيش اديهولي. يا سلام، يعني حريف اسود. ليه بقى مرضيش اديهولك ليه ان شاء الله؟ هو بيقول يعني بسبب الخسائر اللي انا سببتها للشركة، ولازم ادفع بكرة الصبح وإلا هخش السجن. طيب حضري شنطتك بقى يا حبيبتي. ليه يا حبيبي، هو احنا رايحين في حته؟ لا مش احنا، انت بس هتروحي على سجن تورا ان شاء الله، تمضي على نفسك شيك ب100,000 جنيه. انت اتجننتي؟ ما هو لان انا موقفي وموقعي في الشركه كمتحدثه رسميه حساس جدا، مفيش ورقه صغيره ولا كبيره الا لازم تعدي عليا انا الاول، وانا تحملت المسؤوليه دي بكل شجاعه ورعونه عشان اثبت كفاءتي. كفاءتي يا ام كفاءه؟ كفاءتي ايه؟ انت متاكده ان انت مضيتي؟ طبعا، لان انا كمتحدثه رسميه للشركه مسؤوله عن كل الورق ولازم امضي عليه قبل ما يخرج. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، 100,000 جنيه، ودي دول عظمى، دول عظمى والبحر غدار. فعلا رمزي كان عنده حق. عادل، مستر مصطفى بيقول لو ما تدفعوش بكره الصبح هخش السجن. رانيا، انا تعاطفا مع موقفك كنت محوش 3000 جنيه عشان لما اتجوز اعرف اتخانق مع جوزي براحتي. وديني. يا سلام عليكي، اصيله يا سناء. وانا يا حبيبتي عندي صيغه تكلف حوالي 4000 جنيه كنت شايلاهم عشان لما يتجوز ان شاء الله ما احتاجش للي يسوى ولا ما يسواش. خديهم يا حبيبتي. يا سلام، أصيلة يا حماتي. وأنا بقى معايا 300 دولار، كنت يعني كل ما بحوش فلوس كده بروح أحولهم دولارات عشان انت عارف يعني الدولار عمال بيعلى. يا سلام، أصيلة يا نجلاء. وأنا يا بابا معايا 2 جنيه سرقتهم من جيبك الصبح. يا سلام، حرامية حرامية، يعني أنا بنتي هتخش النار ومراتي تخش السجن وقعد لوحدي. عموما ماشي، دول على بعضيهم يساوي حوالي مثلا 15,000 جنيه، والعفش بتاعنا ده يجيب له مثلا بتاع 5,000 جنيه، يبقى ادي 20,000 جنيه، والاتنين جنيه بتاع البنت الحرامية دول مش هينفع مش هينفع. بقولك ايه، معاكي تليفون الراجل النصاب ده؟ طبعا معايا. اهلا يا استاذ عادل، الاستاذ فتحي الخبير كان هنا وسال على حضرتك من شويه. متشكر قوي يا سامي، متشكر قوي. استاذ عادل، الخبير سال على حضرتك من شويه. سال عليا لسه سامع ايه اللي دلوقتي احسن؟ متشكر قوي. هاي مستر مصطفى. مستر مصطفى عادل جوزي. اهلا عادل بيه. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. طبعا هجيب لحضرتك عصير البرتقال المخصوص يا استاذ عادل. والمدام تشرب ايه؟ قهوه ساده.
شيك قوي اللوكيشن ده يا عادل بيه، وواضح انك معروف قوي فيه. والله يعني صراحة يعني المكان ده بيعتبر بيتي على طول، ببقى هنا. ثانية واحدة، أنا آسف بس هرد على التليفون. ألو؟ أيوة. لا ما هو الخبير جه من شوية وما لقانيش وهيجيلي تاني، وهو خد القطعة وإن شاء الله هيجيبها على طول. ماشي ماشي، أول ما يمشي هكلمك على طول. مع السلامة. مع السلامة. برضو هتعمل اللي في دماغك يا عادل؟ جرايه يا رانيا، ما احنا ما قدمناش غير كده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك. بقى انا عايز افهم يعني في ايه بقى يا استاذ مصطفى؟ متهيألي المدام قالت لحضرتك ان ليا عليها شيك بمئة الف جنيه مقبول الدفع. ايوه، مع حضرتك انا عايز اعرف يعني المئة الف جنيه دول الخسائر اللي هي سببتها كانت عباره عن ايه؟ عادل بيه، انا صياد، والصيد علمني ان كل سمكه وليها طعمها. طبعا، وكل هبله وليها عذرها. ايوه، وكل سمكه وليها شوكتها يا عادل بيه. ايوه بس حضرتك يعني احنا السمكه بتاعتنا دي في ليه ما فيهاش شوك خالص؟ دي تتاكل حياه في حضرتك. بالظبط يا عادل باشا، وانا الصيد علمني اني احط الطعم وارمي سمكه القطو، تطلع لي بطلعلط في الهواء، اوزنها واقبط. ايوه يعني حضرتك شغلك كله من الهواء يعني. ايوه، والست بتاعتك ليه عليها شيك بمئة ألف جنيه مقبول الدفع، يعني الحبس يا الدفع، والقانون لا يحمل مغفلون. لا لا، لو سمحت لو سمحت، نصبت عليا قلت اوكي وبمزاجي، لكن تشتب ما اسمحلكش. برافو عليك يا رن. هو ده استاذ عادل، الخبير جه. الخبير جه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اللي انت عامله ده، اللي انت لابسه، قلت لك تلبس لبس خبير، جايب لي لبس مخبر. ايه يا دولة، ما انا اللي اجرت منه لبس، ما لقيتش لبس خبير فقلت اجتهد بقى. تجتهد ايه؟ انا قلت لك اللي انت عامله مسترخص شنب يخرب بيتك. ما هو غني التاني يا دولة بقى. المهم خش على الشغل، خش على الشغل. دي حتة آثار فرعونية أصلية 100%. والحتة الآثار الفرعونية دي بترجع أصولها لأسرة من الأسر المنتجة. أسرة منتجة إيه؟ وأنت جاي تبيع سرير ودلاب. ودي يا أستاذ دولة ما يقلش تمنها أبدا عن 2 مليون جنيه استرليني فقط لا غير. تعمل شيك. يلا متشكرين قوي يا استاذ فتحي. عجبتك متشكرين قوي. طيب انا هسبقك بقى على البازار يا دولة. عادل افرض حد مراقبك دلوقتي يقول ايه؟ بتهرب اثار يا عادل؟ ما تقلقيش، مين يقدر ياخد باله من حاجه زي كده؟ واضح ان شغلتكم فيها مخاطر كتير قوي يا عادل بيه. خليك في حالك، المهم انا في شغلانه في ايدي ان شاء الله يعني هيجي لي منها مبلغ محترم، هسدد لك ال 100 الف جنيه اللي على المدام. انا ممكن اخلصها لك يا عادل بيه واللي انت عايزه. مش انت برضو بتشتغل في تهريب الاثار؟ ايه ده، انت عرفت ازاي؟ مش قلت لك حد يعرف؟ دي شغلانه خطر قوي يا عادل. ولا خطر ولا حاجه يا هانم، انا ممكن اخلصها له والله، واللي انت عايزه هتاخده يا عادل بيه. عموما ما دام انت بقيت مننا وعلينا وبقينا نصابين زي بعض، فحضرتك دي انا كنت عارضها للبيع بمليون جنيه، هي تتباع ب2 مليون، يعني هتاخدها تكسب فيها مليون كمان في ظرف ثانيه. وانا ادي الشيك ابو 100 الف جنيه اهو بتاع الهانم يا فندم. انا بس اسبوع في باريس، صد رد وراجع تاني، واول ما هرجع بعون الله حكيشتك بقيه المبلغ يا عادل بيه. مش عارف يعني انا حاسس ان انت بتنصب علينا. طب انت معكش اي سيوله فوق ال 100 الف جنيه بتاعتنا يعني؟ معايا يا عادل بيه، معايا اهو اهو معايا كل خير. اتفضل ادي 50 جنيه. طب انت معاك فلوس ثانيه؟ والله يا عادل بيه دول 5 جنيه، هجيب علبه سجاير وبالباقي هركب ميكروباص وانا مروح. ماشي، انا كده معايا 100 الف و50 جنيه، اما ترجع من فرنسا تجيب الفلوس بلاش حركات. لا 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 يا عادل، مستر مصطفى ده مش نصاب خالص. ربنا يستر طريقك يا هانم، ربنا يستر طريقك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. استنى 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 يا مهرب اثار، لازم تغطي الاثار وانت بتهربها عشان ما تبانش. ربنا ربنا يستر طريقك يا هانم. ماشي، السلام عليكم. مع الف سلامه. حلو، ادي الشيك بتاعك اهو يا ستي، وادي 50 جنيه، دول اللي يهموني، دول تمن التمثال. السلام عليكم. اهلا، الحمد لله على السلامه حبيبي. الله يسلمك. اخبار الشغل النهارده ايه؟ طمني عليك. الحمد لله تمام، ميت من التعب.
النهارده جالنا بضاعه كتير، قعدت ارص بقى فيها وافك في كراتين لغايه اما الواحد ظهره اتقطم. المهم انك كويس. الحمد لله، شويه تعب بسيط بس الحمد لله. بس انت عارف بقى يا عادل، الشيل والحط ده عامل زي الرياضه بالظبط، مفيد صحيا جدا. والله مفيد صحيا. طيب عموما انا بعد بكره ان شاء الله جايالي بضاعه جديده، بتعالي بقى مارس الرياضه دي وشيلي وحطي معايا في البضاعه. وانت لابسه بقى كده ورايحه على فين ان شاء الله؟ خارجه اتفسح. خارجه اتفسح انت ومين؟ مع جوزي حبيب قلبي. خارجه انت وجوزك؟ طب هترجعي امتى عشان لو اتاخرت ما اقلقش يعني؟ لا يا حبيبي ما تقلقش، مش هيبقى في تاخير. ولا في تاخير ما دام خارجه مع جوزك خلاص. بس عموما لو جيتي ولقيتيني نايم بيسيبيني نايم عشان ايه؟ عندي صحيان بدري. لا يا حبيبي، ما هو انت جاي معانا. جاي معاك انت وجوزك، هنخرج احنا الثلاثه. طب جوزك ما يتضايقش يعني انا خارج معاكم؟ اه. وهتروحوا فين امال؟ عادل، احنا متفقين مع بعض من اول امبارح. متفقين احنا الثلاثه؟ يو يا عادل بقى ما ترجعش في كلامك. مش مساله ارجع في كلامي، مساله بس ان انا تعبان ومحتاج انام كام ساعه عشان اصحى فايق بكره للشغل. الابحاث الجديده اكتشفت ان الانسان محتاج ينام تلت ساعه. تلت ساعه في عمره كله؟ في اليوم. اه في اليوم تلت ساعه بس. طب وانت ما بتناميش تلت ساعه ليه امال؟ لا ده على الانسان مش الانسانه. اه الانسان. بس تلت ساعه دي مش هلحق احلم حتى، يعني انا الحلم ساعتها هيكون لسه في اوله مع بدايه التترات بتاعه الحلم. لا ما هو الحلم بياخد فيمتو ثانيه. فيمتو ثانيه؟ اه. ده مين اللي قالك على حكايه الفيمتو ثانيه دي؟ فيمتو ثانيه دي اللي اخترعها المهندس ممدوح زويل. يا مهندس ممدوح زويل، الراجل اللي رافع راسنا في كل حته في العالم اسمه ممدوح زويل، اسمه ابراهيم زويل يا ماما. قال ايه بقى؟ قال ان الحلم بياخد ثانيه. بقول لك انت ما تعرفش الموضوع ده ولا ايه؟ لا والله ما اعرف. اللي انا اعرفه ان الجون بيجي في ثانيه، وده اللي قاله المهندس محمد لطيف. يلا يا عادل بقى والنبي، انا عايزه اخرج وقاعده زهقانه طول اليوم، عايزه امشي رجليها شويه. ايه يا حبيبتي، وانا تعبان طول اليوم وعايزه انيم رجليها شويه عادي يعني. حلو قوي، يبقى نروح مكان نقعد فيه. اه بحيث ان انا ابقى قاعد وانت واقفه، او مثلا وانا قاعد وانت بتلف عشان تمشي رجليك. ده انت بتهزر بقى. بقول لك ايه، انا خارجه يعني خارجه. وانا مش خارج وهنام يا رانيا، لان انا محتاج اريح نفسي. انت طول الوقت محتاج تريح نفسك؟ ايوه، عشان اقدر اصرف على امك واختك. مامي واختي؟ على فكره بقى، مامي واختي ليهم حقوق في البيت ده زي امك واختك بالظبط. ايوه انا ما قلتش حاجه، عشان احقق بقى الحقوق بتاعت امك واختك وبتاعتك انت وبنتك لازم انزل اشتغل واسيب بقى الخروج والصرمحه والكلام الفارغ ده. بتسمي خروجي معاك صرمحه يا عادل؟ على فكره بقى، انا مراتك وليا حقوق عليك في البيت ده، واولها ان انا اخرج. ماشي، شوفي الخروجه دي هتتكلف كام واديكي فلوس اخرجي بيها انت وامك واختك. فلوس؟ فلوس ايه يا ابو فلوس؟ انت بتكلمني انا عن فلوس؟ انا مش عايزه حاجه منك، اتخانق. خدي هنا، انا مش قاعد بتكلم معاكي تسيبيني وتخرجي كده من الاوضه. على فكره بقى، انت بيروقراطي وديماجوجي واناني. يعني ايه اناني؟ يعني اناني. بنت اوعي اوعي في حياتك تتكلمي مع جوزك كده ابدا. استني بس حضرتك، دي قالت ثلاث حاجات منهم اناني. ما هو مش ذنبك، ذنب العيشه الزفت اللي احنا عايشينها هنا. الحقي شوفي مين اللي بيتكلم، مجيده اللاجئه وبنتها اللاجئه بيتكلموا على عيشه. مش عاجبك العيشه معانا ولا ايه؟ انت ما تتكلميش مع مامي بالطريقه دي. وبعدين اذا كانت مامي لاجئه وده حقيقي يبقى انتوا ايه؟ لزقه؟ ازاي يا عادل امك تتهزق وانت واقف تتفرج؟ ما عادش اللي يهزقك يا ماما. ما هو عايش اهو بيهزق. ازاي؟ انت ازاي تكلمي ماما بالاسلوب ده؟ بصي بقول لك ايه، بقول لك ايه؟ انا بقالي خمس سنين مش عارفه اتكلم براحتي، مش عارفه اتنفس. ايوه كده، صاري على حياتك وبعباع اللي في قلبك، قصدك ان احنا كاتمين على نفسك؟ قصدك ايه يا سناء؟ ما اقصدكيش يا رانيا. اه بحسب. نو، ذيس از انف. انت يا بنت دلوقتي تخشي كل الهدوم اللي عندك دي تلميها تيجي تقعدي عندي، فاهمه؟ اوكي مامي. حوش حوش هيروحوا يقعدوا في الشاليه بتاعهم اللي ببلطيم، ما هي متلقحه هنا. عادل سيبك منهم، سيبك منهم. سيبك منها يا عادل، بكره ترجع ورجلها فوق رقبتها. ترجع منين يا ماما؟ نو جامي يا حبيبتي بنتي ترجع تاني غير لما الراجل ده يعرف قيمتها ويبوس رجليها وانتوا تاخدوا حقها. هترجع، هترجع يا مجيده، هترجع بشروط جوزها. مامي سيبك منهم، انا جاهزه، يلا بينا نمشي يلا. ها ها نشوف وشكوا بخير. ياسمين ياسمين ياسمين، اوعى تضعف يا عادل وترجعها. عارف لو عملت كده لا تبقى ابني ولا اعرفك. لا يا ماما انا مش هضعف.
مش هضعف ابدا، وزي ما هي مشيت لوحدها ترجع لوحدها. انا اللي صعبان عليا في الموضوع ده كله ياسمين. ياسمين 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 اللي هتعيش متشحططه ما بين ام واب. هعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل ايه؟ ولا يهمك يا عادل، بكره هي تندم وتبعت لك المراسيل عشان ترجعها. مراسيل ايه وشحطتت ايه؟ وياسمين ياسمين ما متلقاها في الاوضه اللي جنبنا. ايه اتجننتوا يا جماعه ولا ايه؟ اسكت انت يا سناء، الموضوع كبير قوي، بكره اخوك هيعاني من الوحده. وحده ايه يا ماما؟ الوحده يا هانم، وانت حاسه بحاجه؟ الوحده، ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في دوره الميه. انا اللي صعبان عليا في الموضوع ده كله ياسمين. ياسمين 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 يا ابني، دي قاعده في الاوضه اللي جنبك، يعني اروح اجيبها لك من شعرها؟ وانت ايه اللي ينزلك في وقت متاخر زي دلوقتي يا سناء؟ انت عندك شغل بكره الصبح. اللي ينزلني وعندي شغل الصبح؟ ماما انت سامعه عادل بيتكلم ازاي؟ اه طبعا، ما عندناش ستات ينزلوا لوحدهم. يعني انا لو نزلت ورحت الاوضه اللي قدامي دي الساعه 12 الناس هتتكلم عليا ويجيبوا في سيرتي؟ انت ايه اللي يخليكي تستني لغايه الساعه 12 بالليل عشان الناس يتكلموا عنك؟ الناس بيتكلموا عنك من غير اي ساعه 12 يا سندريلا، ولو ما اتكلموش احنا اللي هنخليهم يتكلموا ان شاء الله. رمزي هات كرسي وتعالى اقعد جنبي. اه انت شكلك كده يا دول عامل لي كمين. اخلص يا عم اللطيف، هات الكرسي وتعالى. في ايه يا عادل؟ احكي لي يا ابن عمي. ما تقوليش يا ابن عمي، انا متضايق لوحدي، ما تضايقنيش اكتر بقى. بص يا دوله، انت من الصبح كده عينيك فيها انكساره ملفته، بالذات العين الشمال. انكساره ملفته؟ ايه الجمله اللي انت بتقولها؟ انكساره ملفته؟ طب فين عين الشمال؟ هي دوله اهي. دي اليمين. امال احكي لك ازاي بس؟ احكي لك ازاي بس يا رب. بص يا دولة، انا مش هرد عليك عشان ما صغرش نفسي معاك اكتر من كده. تصغر نفسك انت؟ ما ينفعش تصغر نفسك، لو صغرت نفسك اكتر من كده هندوسك بالجزم يا ابني. انا برضو هقعد اسمع الموضوع منك للاخر ومش هرد على النتوءات اللي انت عملتها. النتوءات؟ واي كلمة بحطها في اي حتة؟ بس انا لازم اتكلم مع حد. رانيا مراتي سابت البيت وقعدت عند امها. ايه المشكله في كده؟ مع واحده قاعده عند امها عادي، امر طبيعي يعني. ايوه، ما هي قاعده عند امها عشان زعلانه يعني. بقى هي قاعده عند امها وزعلانه؟ طب ما تسيب امها ما دام يعني قعدتها عند امها بتزعلها. بص يا رمزي، انا عايزك تقوم تنظف دلوقتي البازار تخليه بيلمع، وتنظف لي الحمامات تخليها بتبرق. يا دول ما احنا ما عندناش حمامات. نظفها برضه. معلش يا دول، انا فهمت خلاص، انا فهمت. هي دلوقتي مراتك رانيا يعني قاعده عند امها غضبانه صح؟ امال انا بقول ايه من الصبح؟ والبت قاعده مع مين؟ البت خدتها في ايديها يا سيدي. هي دي بقى اصعب حاجه يا دول، عشان الضنا غالي جدا. الضنا غالي جدا؟ سمعتها فين دي؟ سمعتها في اغنيه. بص بقى دول، انت لازم تحل المشكله دي كويس جدا، عشان كده البت هتكبر وتتربى بعيد عنك وهتنحرف. تنحرف؟ الله يخرب بيت الشيطان اللي بيفرق بين الراجل وزوجه. الله يخرب بيت الشيطان اللي خلاني اقعد اتكلم معاك. الراجل وزوجه؟ والله ما عارف اقول. المهم انا هعمل ايه؟ بص يا دول، انت لو عايزني انا اتدخل بنفسي يعني شخصيا في الموضوع ده انا موافق. لا يا رمزي، لا انا بقول لك عايز احل المشكله، مش انا ما عنديش مشاكل وعايز مشاكل. لا ما تتدخلش. بص يا دوله، انا في ذات مره سمعت اغنيه بتقول ان التاريخ بيعيد نفسه من تلقائياته. التاريخ بيعيد نفسه؟ ده ايه الاغاني اللي انت بتسمعها دي؟ ده غير الاغنيه بتاعت اللي هو الضنا غالي؟ غيرها خالص، بس كانت في نفس الشريط يا دوله. والشريط ده بقى ما كانش عليه اغنيه بتاعت قوم نظف الحمامات يا رمزي؟ لا مش فاكر. انا بقى فاكر، كانت على نفس الشريط على الوش التاني، قوم نظف الحمامات يا رمزي بدل ما تتقطع النهار. لا ازيك يا حبيبي؟
احنا جايين عشان نقعد معاك وما نسيبكش لوحدك. شكرا يا ماما، فعلا ونعم الام. وجبنا لك بجنيه لب عشان نقعد نتسلى مع بعضينا. شكرا يا سناء، فعلا ونعم اللب. اوعى تكون ضعفت وعاوز ترجعها وتهين كرامتك، دي غلطت في امك واختك. وبعدين في ناس كتير قوي بيقولوا انها هتتجنن عشان ترجع. ايه ده، في ناس بيجوا الشقه هنا ولا ايه؟ ناس مين دول يا ماما اللي بيقولوا لك كده؟ قولي. انا فاهمه، انا فاهمه بعمل ايه. بص خلاص براحتك، فاهمه فاهمه، ادينا بنتسلى مع حضرتك. ايوه ماما، يعني الناس دول حضرتك بتقولي ان هم قالوا لك عايزه ترجع؟ ومالك اتشحتفت قوي كده، ما تهدى وتعقل شويه. هي هترجع هترجع، لكن لما ترجع ومناخيرها في الارض هتعرف غلطها وما تعملش كده تاني، وخصوصا بعد ما اتشحتفت وضاقت الغربه، الغربه وبعد المسافات. يا مثبت العقل والدين يا رب. هو بابا فين يا ماما؟ وحشك يا حبيبتي. احنا هنخ من اولها. هو احنا لسه في اولها؟ هو الموضوع هيطول ولا ايه؟ يا حبيبتي بنتي وعندي وقاعده معززه مكرمه لحد ما يجي هو ويركع على رغبه علشان ترجع له. هو بابا هيجي؟ يا حبيبتي يا بنتي، لا يا مامي، انا زعلانه منه فعلا، بس ده مش معناه اخلي بنتي حبيبتي تتربى بعيد عن ابوها. انا مش عارفه انت زعلانه منه ليه، بس اللي تتجوز واحد زي ده ما تتوقعش انها تخرج اصلا. وبعدين قوليلي انت، يعني لو خرجتي تفتكري هتروحي فين؟ ده بكبير وهيجيب بربع جنيه ترمس وبنص جنيه دره. السنه اللي فاتت لما خرجنا جاب لنا غزل البنات. على فكره بقى، الخروجه مش هي سبب الخناق، الخروجه دي هي القشه التي كسرت رجل الحمار. انا مش حاسس بيها خالص، ده عمره ما قال لي كلمه حلوه، بيعاملني على اني كنبه مرتبه كرسي، ما بعملش حاجه غير اني بمسح وبطبخ وبكنس وبس. يا حبيبتي دلوقتي بقى لما يعرف قيمتك بحقيقي وانت سايباه كده مزعزع بين اربع حيطان هيجي راجع عشان هيعرف النعمه اللي كان عايش فيها. الو الو الو، ايه اللي انا بعمله ده؟ لازم احاول تاني. الو الو الو، ايوه رانيا، انا عادل. ايوه عادل، ازيك؟ وحشتيني. وحشتني قوي. ايه ده، في حد يتصل في وقت زي ده؟ عبيط انت ولا ايه؟ لازم احاول تاني، لازم اطمن على ياسمين. مشغول. كنت بتكلم مين دي دلوقتي؟
كده مين ساب السماعة مقفول مفتوحة؟ لو حد اتصل مثلا. الو محل الورد اللي تحت عندكم ورد والله طازه؟ كويس ان انت جيت في وقتك. طازه؟ طبعا طازه يا فندم. طازه 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 يا فندم. طيب بص خد الكارت ده حطه مع الورد ورن الجرس تاني. تحت امرك يا باشا. ماشي استنى خد. ماشي يا باشا. مين اللي خبط علينا؟ معرفش. الناس قليلة الذوق، ناس فاضية. طب شوفي شوفي مين ولاد الذوق دول اللي بيخبطوا الساعة دي. مساء الخير. مساء النور. الورد حضرتك. شكرا قوي. عفوا. اديني الكارت لواحد قليل الذوق فعلا. ها؟ عودي يا رانيا، عودي يا رانيا، أنا في انتظارك. لا أستطيع العيش دون أن أراك، فأنت كالمصباح. لا أستطيع العيش دون سماع صوتك، فأنت كالمذياع. عودي يا رانيا، عودي يا رانيا. مين إيه ده؟ إيه الغابة؟ إيه في إيه؟ يا مامي بس الوردة حلوة قوي. الوردة حلوة قوي، يا سلام. أنت عارفة ده معناه إيه؟ معناه إن دول هتصالحوا بعض بالورد ده. روحي روحي ارميهوله قدام الباب. يلا استني ما ترمهوش على الباب عشان ما يتوسخش، احتمال هرجعه يعني. وجايب لها ورد يا خايب. بعد كده مش هتعرف تشكمها. يا ماما طب انا اعمل ايه يا ماما؟ انا صراحه يعني زهقت من الوحده اللي انا فيها دي، وبعدين رانيا وحشتني. مش هي لوحديها، هي وياسمين. ياسمين بنتي ضنايا. يعني في شارع مين ده يا ماما؟ في شارع مين بس يا رب؟ كويس ان جيتي. تعالي شوف اخوك الخايب عاوز يرجع رانيا. يرجع رانيا يا ماما؟ واحنا مجانين؟ ايه المورستان اللي احنا عايشين فيه ده؟ ده يفتح الباب ده يمشي مترين لقدام يلاقي رانيا في وشه في الباب التاني. مش فاهمة مش فاهمة مش فاهمة. نجلاء خدي بالك من نفسك. ها ولو عاوزتي حاجة كلميني وما تتعبيش مامي. روحي المدرسة. اوكي مام. لا امشي. خلاص بقى يا مامي، ما هو جوزي ولازم ارجع له. لا يا حبيبتي، اصلك انت هبله، انت كان لازم تشحططيه لحد ما يجي راكع على ركبته. هو احنا في صربيا يا امي؟ يلا يا ياسمين يلا هنروح لبابي. خلاص بقى. معقوله يا عادل عاوز ترجع رانيا بعد ما هزقتنا؟ يا ماما كل يوم بيعدي وياسمين بعيد عني، مش في مصلحتي. عندك حق يا عادل، البنت ممكن تكبر ما تعرفش مين ابوها. افرضي قابلتها صدفه مثلا في المطبخ وما عرفتنيش، ده شكلي ايه قدام التلاجة مثلا؟ لازم اروح لها، لازم اروح لها. رانيا. عادل. ما تزعليش مني يا رانيا. وانا ما كانش قصدي ازعلك. وانا استحالة اضايقك بعد كده تاني. عارف؟ اليومين اللي عدوا عليا عدوا عليا زي ما يكونوا سنتين. فعلا شكلك اتغير خالص. وياسمين بنتنا كبرت اهي ما شاء الله، بقت في سنه كام؟
اوعدك ان انا عمري ما هطلب منك ان انا اخرج وانت تعبان. وانا اوعدك ان ههريك خروج كل يوم بقى ترمس ودوره وناكل بليله كل اللي انت عايزاه. لا انا عايز اكل غزل البنات. ايوه صح غزل البنات يلا بينا. مش معقول بجد 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 قلبهم ابيض دول ما يقدروش يستغنوا عن بعض خالص. طبعا ولاد الحرام هم السبب في ده كله. الحمد لله ان ربنا قرب ما بينهم المسافات. الشباك جايب صهد جو حر نار يا عادل. بالعكس انا شايف النهارده الجو الحمد لله ما شاء الله يعني جو زي الفل النهارده. درجه الحراره ارتفعت جدا 70 فهرس نايل. اي كلام بتقوليه في اي حته وخلاص. فهرس نايل اسمها فهرس تايل يا ماما. انت عارف لو درجه الحراره ارتفعت عن 70 الناس ممكن تسيح زي ما حصلت الحادثه دي قبل كده في البلد الاوروبي اللي اسمه ايسلاند. طب انت عارفه اصلا ايسلاند دي يعني ايه؟ ملهاش معنى طبعا. يعني هي مصر ليها معنى؟ يا نهار اسوح طبعا ليها معنى. مصر ام الدنيا معروفه قوي. لكن ايسلاند دي بقى اساسا اسمها ايسلاند ترجمه لارض التلج. معقوله الناس تسيح فيها؟ انت عارف اكتر حاجه بتنرفزني فيك ان انت بتفتي وانت مش فاهم حاجه اصلا. ايسلاند دي سموها ايسلاند علشان الناس كانت بتسيح في الحادثه الفظيعه والناس هناك كان نفسها يبقى بلدها فيها تلج فسموها ايسلاند. يعني ايه اسمها ايسلاند بعد الحادثه؟ منك لله يا رمزي بوظت الحيله كلها. عادل انا ماليش دعوه انا مش هعيش من غير تكييف في البيت. تكييف؟ وانا اجيب لك تكييف منين؟ اجيب لك فلوسه منين؟ يا سيدي ده ام ميرفت جابت تالت تكييف ليها على التوالي. ايه ده ام ميرفت بقت هاتريك؟ جابت واحد ده في الصاله وواحد في اوضه النوم. اكيد التالت جه في العرضه بقى. لا التالت في الحمام. ايه ده ما حطتش واحد كمان في البلكونه؟ حد في الدنيا يحط التكييف في البلكونه؟ يا عم مدام ربنا كريمها الحمد لله بتلات مكيفات تحط واحد في البلكونه تجيب طراوه للناس اللي ماشيه في الشارع عادي يعني. وبقى يا عادل انا ماليش دعوه العماره اللي احنا ساكنين فيها بزت لبره من كتر التكييفات اللي فيها الا شقتنا الشقه الوحيده اللي لسه ما بزتش عشان ما فيهاش تكييف. بص يا رانيا يا حبيبتي احنا شقتنا بزه لجوه الحمد لله من كتر الناس اللي فيها. وبصي بقى يا رانيا بعد كده مش هجيب اي تكييفات لان التكييفات دي بتكلفنا كهربا كتير كفايه قوي ان الزباله على الكهربا. هنعمل كمان التكييفات على الكهربا. ايه الكهربا هتستحمل ايه ولا ايه؟ بصي يا رانيا درجه الحراره البارده بتقلل طاقه النكت والهرت والخناق بين الافراد في البيت عشان كده لو تلاحظ ان احنا في الشتاء خناقاتنا بتقل بشكل ملحوظ جدا صدقني. خلاص يا حبيبتي اوعدك ان شاء الله الشتاء اللي جاي اخلي خناقاتنا زياده باذن الله. على فكره بقى الكلام ده اللي قالته البحوثات الاخرانيه. سامح عبد الرازق الشهير بسامح فريون مندوب شركه ايلاند للمكيفات. مكيفات ايه ده؟ يا عادل هو الكيف بقى يتباع علني كده خلاص؟ بس يلا احب حضرتك اخد فكره عن الاسعار. عندنا ثلاث احجام، حجم صغير، حجم متوسط، وحجم كبير. على اساس ان طب ما عندكوش يعني على طول بقى متوسط صغير كبير؟ والله في كل الاحجام. ايه يا عادل في كل الاحجام؟ انت عايز الحاجه دي لمين؟ لرانيا يا سيدي. رانيا يا خبر ابيض. طب وياسمين بنتكم؟ ياسمين بنتكم مش خايف عليها يا عادل؟ وده حصل من امتى ده؟ امبارح قالت لي خلاص مش قادر اعيش من غيره. ده كله من اصحاب السوق. انت هتقول لي قعدت مع جارتنا لقيتها مبسوطه بالمكيف عايزه تقلدها. من اهم مميزات مكيفاتنا انك هتحس انك قاعد طبيعي مفيش اي تغيير في الجو حواليك وطبعا هتبقى مبسوط. اكيد طبعا اكيد هبقى مبسوط. اهم حاجه انا عايز بس حضرتك يعني ايه حاجه سعرها مهاب. ايه ده عادل ده وعايز تبقى مبسوط انت كمان عايز يا عادل؟ وفيها ايه يا ابني المكيفات بقت ماليه البيوت كلها وخصوصا البيوت المحترمه. المحترمه يا خبر ابيض وكل السنين دي كلها وانا فاكر الاحترام غلط ده انا على كده بقى واطي. انت من غير كل السنين دي كلها انت واطي يا رمزي. ايوه ما تندهش انت واطي. المهم حضرتك يعني اخد فكره بقى عن الاسعار.
ده حسب النوع، في عندك الياباني والصيني والامريكاني، بس الاقوى الالماني. لا لا لا، ده حضرتك كده يعني شكلك كده يا تلموس، لان اجمد حاجه المغربي وبيجي بعد كده البلدي. مغربي ايه ده؟ مغربي ايه ولبناني ايه؟ انت عايز تسلمنا يا اطلع بره، اطلع بره بره. والله لا بلغ عنك. انا اسف جدا حضرتك للي حصل ده يعني. لا ابدا مفيش حاجه. طب حضرتك النظام التقسيط عندكم ايه؟ اتفضل. في عندنا قسط على 3 سنين وقسط على 5 سنين وقسط على 10 سنين. يا 3 سنين هيبقى صعب بالنسبه لي، 5 سنين برضو هتبقى مشكله، بس ما عندكوش بقى على 10 سنين. اكيد الراجل بتاع التكييف. التكييف كده. مساء الخير. اهلا وسهلا يا باشمهندس، كلنا في انتظارك، اتفضل. من هنا يا باشمهندس، من هنا. ثانيه واحده يا اسطى، من هنا اتفضل، تعالى معايا. اصل انا مامتي ضغطها عالي وبتتحرك بسرعه وبتسيح مننا، فانا عشان التكييف لازم يدخل لها اوضتها. اتفضلوا. لا لا لا، استنى انت وهو، استنى يا باشمهندس، ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ اسمعوا بقى كلكم، الاوضه دي من فضلك يا باشمهندس، الاوضه دي الوحيده اللي ما فيهاش شباك، وانا خسيت النص انا وولادي من كتر ما انا في ساونا ما اقدرش. ساونا؟ هو انت تخنتي وربربتي يا حبيبتي لما جيتي نمشي عندنا وكلتي عندنا؟ ايه ده؟ انتوا بتسمعوا كلامها؟ انتوا رايحين فين؟ تعالوا من هنا، التكييف ده جابه ابني حبيبي عادل، مش كده؟ طبعا يا ماما، طبعا اكيد، يعني ده انا جايبه لك مخصوص عشان لما تيجي تزورينا باذن الله اشغله لك. اتفضل يا باشمهندس. ايه ده؟ مستخسر فيا حته التكييف؟ لا يا ماما طبعا، معقوله؟ مفيش حاجه تغلى عليك، ان شاء الله اول ما اخلص قسطه هجيب لك واحد جديد. امتى يا عادل؟ مفيش، كمان 10 سنين على طول. بعد 10 سنين يا بابا اكون اتجوزت واخلي جوزي يجيب التكييف يحطه في اوضه تيتا. ايه ده على اساس ان انت هتجيبي جوزك يقعد معانا هو الاخر ولا ايه؟ يا باشمهندس احنا تعبنا ونفسنا اتقطع من الوقفه، يا ريت تتفقوا وتخلصونا، هنحط التكييف فين؟ اسمع كلامي وخش على الاوضه دي واتكل على الله. يلا يا باشمهندس يلا. بحسره قلبي على نفسي مفيش حد واقف جنبي. معلش يا مامتي حبيبتي ما تزعليش، هديكي الهوايه، اقول لك هخصص لك كل يوم ساعه جوه في التكييف. اسمعوا يا جماعه، احنا دايما بنمر بالموقف ده ومع الخبره عرفنا الحل، والحل سهل وبسيط. يا سلام، يعني الشيلن ده هو اللي هيسقع علينا الشقه كلها؟ احنا هنعمل قرعه وهي اللي هتحدد مين اللي هياخد تكييف. انا اختار الملك. وانا اخترت الكتابه. وانا ايه لو اتعلق في الهوا يبقى انا اللي كسبت ولا ايه؟ لا طبعا ما ينفعش. بقول لك يا باشمهندس، ما عندكش شيلن بثلاث وشوش؟ انت فاكرني حاوي؟ لا 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 لا، موضوع القرعه ده ما ينفعش اصلا، ده كلام فاضي. ايه اللي كلام فاضي؟ موضوع القرعه ده، موضوع القرعه ده بيحل مشاكل كتير. اتفضل يا باشمهندس شوف شغلك. طب نيجي بكره يمكن تكونوا اتفقتوا. عارف لو جيت حضرتك بعد 10 سنين بعد ما اخلص القسط هتلاقينا واقفين نفس الوقفه. انتوا مالكوش غير اقتراح الشله. وهو ازاي بس هيفضل متعلق في الهواء يا عادل؟ استني بس يا رانيا. اتفضل يا باشمهندس. الشله ما نزلش يا جماعه، اتعلق في النجفه. بتتكلي على ايه يا عبيطه؟ ما انت بتنامي معانا في نفس الاوضه. ليه؟ وانا هنام مع بابا وماما في الاوضه. بصي يا حبيبتي، مش هينفع تنامي معانا في اوضتنا انا وماما، عشان انت من صغرك ما تعودتيش ان انت تنامي في التكييف، ممكن تعي. يا سلام. هموت من البرد. برد انا قوي يا عادل، متلجة. بقول لك ايه، ما بالريموت من عندك ده اهو، حاولي توطي التكييف ولا اعملي اي حاجه. وطيته كذا مره مش عايز يوطى، مش عارفه الريموت ماله، عمال يعلق زي ما يكون راكبه عفريت. طب ما تحاولي تطفيه خالص. ما تحاولش، مفيش فايده، مفيش حل غير ان انت تطلع تقفل سكينه الكهرباء من بره. معقوله يا ناس الواحد يبقى متلج كده في عز الولعه؟ كلم الزفت اللي انت جبت منه التكييف ده يجي يصلحه. ما
بحاول اكلمه اول ما لقيت التكييف اتهبل كده والراجل قافل موبايله، وقعدت تقولي بس ايسلاند ايسلاند او بقينا في ايس هوم اهو. مش وقته دلوقتي، احنا هنعمل ايه؟ هننام ازاي في الايس روم دي؟ قومي هات البطاطين هات البطاطين هات البطاطين بسرعه 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 بسرعه. قاعدين في التكييف متهنيين. اه يا بختيهم، واحنا قاعدين هنا ميتين من الحر. قاعدين في التكييف متهنيين واحنا قاعدين هنا ميتين من الحر. بعد ما رضعنا وكبرنا وجوزنا يرمونا الرميه دي. لا لا بقول لك ايه، ما تلوميش بنتي ابدا، الركع على الراجل هو اللي مسؤول. لا يا اختي، تلاقي بنتك هي اللي وزته وكلت دماغه. وبعدين يا انعام انا زعلانه، احنا هنفضل قاعدين كده حرانين وساكتين ومذلولين؟ بقول لك ايه، تيجي ندعي على التكييف؟ فكره. يا رب التكييف يبوظ، يا رب يا رب التكييف يبوظ ويتحر، يا رب يا رب. امين. الحمد لله الحمد لله. انا دايت انعام، انا زهقانه وحرانه وقرفانه ومش قادره اسكت. طب بقول لك ايه، تيجي نشتمهم من ورا الباب؟ اه نشتمهم نشتمهم، بس بهدى، لو شتمناهم برضو مش هيطفي نارنا. واحنا مش ناقصين نار وحر. انعام بقول لك ايه، تيجي انا وانتي نشتري تكييف. وهنجيب فلوسه منين؟ فلوس ايه، احنا مش محتاجين الفلوس، احنا نشتريه بالتقسيط. ايوه، انت تدفعي نص القسط وانا ادفع نص القسط. اوكي متفقين. ايه الحر اللي هجم مره واحده ده؟ الله 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 الله، معقوله مع التكييف والواحد يعرق كده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا حاسس ان انا عطشان وفي سراب في الاوضه. التكييف ده بارد. التكييف ده ايه بقى؟ حله الوحيد ان هو يترمي بقى، ولا نعمل فيه ايه؟ انا كرهت التكييف، ما كنا قاعدين من غير تكييف. حبيتك بص يا حماتي، احنا بعد ما قضينا ليله انا ورانيا في التكييف الهايل يعني، اكتشفنا ان احنا هنبقى انانيين جدا يعني لو عشنا طول عمرنا في التكييف، ففكرنا ان حضرتك انت ونجلاء يعني تبيتوا النهارده مكاننا بقى وتستمتعوا بالتكييف، وانا ورانيا نقعد في اوضتكم شويه. يا حبيبي يا عادل، انا فعلا طول عمري بقول ان انت حنين علينا. يا سلام يا عادل، بتبدي حماتك عن امك. طبعا حماته واكل عقله بالتكييف يا ماما، خليها تنفعه. واحنا ما نقدرش على زعل حضرتك ابدا يا حماتي يا حبيبتي عينيا. والله شوفي، والله ما حد نايم في الاوضه غير حضرتك. هو احنا هنا غير انتي؟ كده يلا يا سناء، يلا ننام في التكييف. يلا ماما بلاش يا ماما، انت مش حمل بهدله. انا الاوضه دي مش هدخلها خالص. ليه بس كده يا طنط؟ ما دام ما جاتش من ابني يبقى ما تلزمنيش. شفتي يا انعام يا حبيبتي، ادي اخرتها اهو، احنا نربي ونكبر ونتعب فيهم وفي الاخر مش عايزيننا نخش نتهنى بالتكييف شويه. ماما بصي يا ماما، بجد الاحسن لك ان انت تباتي ليله في تخشيبه وما تباتيش ساعه واحده بس في التكييف. بقول لك ايه يا مجيده يا اختي، احنا نعمل زي ما اتفقنا، نشتري تكييف شركه، انت تباتي فيه يوم انت ونجلاء، وانا وبنتي حبيبتي يوم. انا ما عنديش مانع وموافقه. طب يا جماعه، ما دام اصرتوا ان انتوا تشتروا تكييف، بلاش تجيبوا من الواد سامح النصاب الطويل ده. شوف الخبز واللقم، شوف الخبز واللقم بتاع ابنك، انت مخلفاه ازاي ده؟ عايز يتبسط هو في التكييف واحنا لا. والله فكره سناء، ايه رايك يا سناء
تيجي انت تبات النهارده في التكييف. لا يا اخويا لا لا انا هبات في التكييف بتاع مامتي. صح يا ماما؟ صح يا حبيبتي. اخش بقى انام انا جوه في التكييف. رانيا ما تخشي تشوفي لنا الجو كده صيف ولا شتاء.